ماما مفيش ولا فوطة نظيفة في البيت؟ شوف الكومودين. الكومودينو مفيش فيه غير المنبه بس يا ماما. طب ما تنشف وشك بالمنبه. يا لطيفة اللطفاء، والنبي أنا مش ناقص لطافة. على فكرة يا أبي عادل ممكن تنشف بالسشوار. لا أنا لو عايز أفرد وشي أبقى أفرده بالسشوار، لكن أعمل إيه؟ رانيا حضري الفطار على ملبس. ها؟ ما ينفعش يا حبيبي أحضر لك الفطار لأني بعمل سندوتشات ياسمين. حبيبتي أعملي لي سندوتشين مع بتوع ياسمين أفطر بيهم يا ماما، ما يجراش حاجة. بس تاكلهم كلهم في الفسحة، هو أصحابك يضربوك ياكلوا منك أكلة. يا ظريفة الظرفاء مش ناقصة ظرفك، والنبي والنبي مش ناقصة ظرفك. بصي أنا هلبس على ما تجهزي السندوتشات دي، ولا مش عايزين تأكلوا؟ هاكل في البازار بقى وخلاص. يلا. ممكن حد يكويلي القميص ده؟ حد يكويلي القميص ده؟ مين هيكويهولي؟ أنا مش فاضية بصحى على الكراريس. طب ماما ممكن بعد اذنك يا ماما تكويلي القميص ده؟ عايز ايه يا ابني؟ حلت هد، امال انا جوزتك ليه؟ يا سلام يا ماما، يعني انت مجوزاني مخصوص عشان حد يكويلك؟ يعني 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 الزغاريط اللي انت كنت بتطلعيها في الفرح دي كانت لفرحتك انك مش هتكوي تاني؟ ابي عادل انا ممكن اتطوع واكويلك، بس بشرط هتستنى 4 ساعات لحد ما اخلص حمام الكريم بتاعي عشان المسام تتغذى. يا سلام، يعني المسام بتاعت حضرتك تتغذى وانا انزل بقى على لحم بطني؟ عادل هو انت كل يوم تعمل قلق على الصبح كده؟ ما تعتمد على نفسك يا اخي. الله، اعتمد على نفسي ايه؟ يعني عايش في بيت طويل عريض فيه 6 ستات واعتمد على نفسي؟ ده كلام يعني؟ يوه، 6 ستات 6 ستات هنعمل لك ايه يعني؟ ماشي ماشي، شكرا شكرا يا اهلي يا ناسي، ما انا عامل كل التزاماتي بالنسبه لكم، ما باخدش مقابل ليها ليه؟ ماشي يا مصر. فين الخدمات؟ فين الخدمات؟ بابا بابا. ايوه يا ياسمين. ما ينفعش تنزل من غير فطار. وانا يعني يا ياسمين كنت لقيت فطار وما فطرتش يعني. حالا يا بابا. تحب سندوتشات ايه، جبنه ولا زيتون؟ ممكن 2 جبنة و2 زيتون. اتفضل يا بابا. يا سلام، ده الجبنه. دوق بقى. فظيع فظيع. تحب واحد تاني؟ لا يا حبيبتي انا خلاص شبعت، محتاج شاي بقى. شاي؟ ماشي اتفضل يا بابا. مفيش سكر يعني؟ جات على السكر اذا كان اصلا مفيش شاي يعني. ده سخن جدا سخن جدا. ده ساعة مش عايشة مش عايشة مش عايشة. هاتي بوسه.